السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخوتي الكرام على قناة بروي للمعلوميات. في هذا الدرس سوف أتطرق معكم بشرح طريقة حل مشكلة الكتابة باللغة العربية في الفوتوشوب. لتحميل البرنامج ستجد الرابط أسفل هذا الفيديو. عندما تقوم بتحميل البرنامج وتثبته على جهازك تريد أن تعمل عليه، تقوم بكتابة باللغة العربية، ستظهر لك الأحرف بالمقلوب أو معكوسة، وبعض الإخوان يقومون بتحميل الأدوات أو البرامج لعكس الجملة لكي يعملوا عليها في الفوتوشوب. ولحل هذه المشكلة فهي عن طريق تغيير بعض الإعدادات في البرنامج، يعني كل ما عليك هو الذهاب إلى قائمة إيديت ومن ثم اختيار بريفيرانس، بعد ذلك تيوب، ستربطق لك هذه النافذة، تقوم بتغيير هذا الاختيار ثم أوكي، قم بإعادة تشغيل البرنامج وسيحل معك هذه المشكلة. نكون قد انتهينا من هذا الدرس.